صباح الخير دكتور عمر. صباح النور جوري. أنا بعتذر منك. عم تعتذر؟ ليش؟ هديك الليلة وقت كنا سوا، وقت بلشوا المصورين يصورونا مع بعض، بصراحة كان لازم إني أمنعهم، مو أستخف فيهم. أنا آسف كتير على هذا الموقف. عادي ما تعتذر، لأنه الشي اللي صار بدون إرادتنا. هن المصورين بدهم شغلة ليتسلوا فيها، بس المرة الجاية إذا حبيت إنك تنقذني لازم تكون سوبرمان. خلص وعد مني إني انتبه. فيك شي؟ لا، صرت منيحة. تتذكري حادث الورد تبع هداك اليوم؟ أول مرة كنت بشوفك وقتها. رجاء لا تذكرني فيه. هذا الموقف كل ما بتذكره بصير بتضحك من كل قلبي. تعرفي؟ أنا أول ما شفتك هداك اليوم كان رأيي إنك أحسن وأطيب إنسان بشوفه. صدقيني، أنا شفت قديشك طفلة صغيرة من جوا. أهلين جيهان. جوري، أخذوا أخي مجد على المخفر. شو؟ ليه هو شو عامل؟ لك أخذينه على النظارة من مبارح المساء، قال ضارب واحد. راح على المستشفى ليدور على الدكتور عمر. قام ضرب واحد من الحراس اللي كانوا هنيك، اكيد عمل هيك بسبب الصور يلي شافهم بالجريده. يا الله يا الله. طيب انت وين هلا؟ باي مخفر موجوده؟ انا بالمخفر المركزي جوري. تمام، شكرا لك. انا هلا رايح على المخفر وبشوفك هنيك. بدي اتشكرك مره ثانيه. تمام، الزلمه راح يسحب الشكوى تبعه. عمر بيك أنا خجلانة منك وما بعرف شو بدي أقول. يعني نحن تقلنا عليك كتير. يا أهلين أختي. ليكي صارت شغلة نسيت خبرك عنها. ما فيني إجي لعندك هلأ، رايحة على المخفر. شو؟ مخفر شو؟ قليلي شو صاير معكم؟ بابا صاير له شي؟ لا مو هيك، مجد عمل مشكلة بالمستشفى ورايحة لعنده. مين؟ مجد؟ هو ضارب واحد من أمن المشفى وآذيه كتير. آخ منه هالولد. ليش هيك كل المصايب عم توقع هلأ فوق راسنا؟ طيب حبيبتي جوري اسمعيني منيح، الدكتور عمر معك؟ يلا أنا جاي لعندك، بس انتبهي على حالك منيح لبين ما أوصل، ماشي؟ مرت خالي شوفي، هاد مجد ضارب زلمة وهلأ هو بالمخفر. أنا رايحة لعند جوري مشان ما تضل لحالها. وأنا بدي روح، يعني بجوز تحتاجيني مو؟ ايه تعي.